من عذاب النار. عذاب النار. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. يا منة، وفي حاجة أصعب من عذاب النار في الآخرة؟ أيوة بابا، في أصعب من عذاب النار؟ أيوة. عرفاني كده، إيه هي دي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. الحاجة اللي أشد من النار إن هم مش هيشوفوا ربنا. أيوة. تبقى محجوب عنهم. أيوة. طيب كملي بقى بصوتك الحلو ده بقى كده، عايزين نسمع حاجة حلوة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. الله يحفظك يا بنتي ويبارك فيك. في أربع حاجات لو اجتمعوا في إنسان تبقى من أهل النار، تقدر تقول له هم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين.